هو عايز يقول لك ان النادي اللي في حته مثلا 8 9 يقدر يبيع لعيبه ويشتري لعيبه ارخص كل سنه ويطلع لعيبه من تحت في الاخر تحقق له مكسب. احنا بقى لعيبه زي مين؟ اقول لك زي مين؟ حد بيكسب. اقول لك زي مين؟ اقول لك زي مين؟ وادي دجله. لا وادي دجله، وادي دجله السنه اللي فاتت استساله بعد كام؟ لعيبه ب 64 مليون جنيه. ايوه وادي دجله ما بيبيعش، ما بيشتريش لعيبه. وادي دجله بيطلع من تحت. طب ما ده كويس، طب ما ده احسن. طيب بس هو في الدوري المصري عامل ازاي؟ في الدوري هو مش الثامن ولا التاسع، عارف ليه؟ ولا 12 13 15 ناقص له تاتش صغيره. انا اقول لك وادي دجله لو عندهم راس حربه جامد بيجيب 15 بلس. هو ما هي دي القصه. لا حته صغيره، انا قلت لماجد الكلام ده. انما انا اقول لك يعني عارف اللي كان بيعمل كده مين؟ المقص. يعني المقصة كان يجيب لعيبه. لا 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 بس مقصة عقوده غالية يا حسن. المقصة بيجيب لعيبته كلها ما حدش عارفها. وقت من الاوقات كان عارف حد جاي من شارع الدخان، كانوا شغالهم وقت بيجيبوا لعيبه. صح. كل اللعيبه الصغيره جابها من لعيبه حدش عارفها. انت عارف؟ طب وبيناف وبيبقى خامس سادس وبيبيع كل سنه ولاعيب ب 30. انت عارف مين؟ انت عارف مين ده الوحيد المثل الوحيد اللي كان بيكسب من الكوره؟ عندك حق. بس الدوري المصري لا، بس انت عارف مين اخر سنه كسبان قبل ما يبيع النادي؟ الاسيوطي. لا ما الاسيوطي عشان حاجته ماشي. طب انا بكلمك كيس. لا في كيس ان دخل شرط تركي الشيخ اشترى النادي. لا لا انا بكلمك ان هو كان كسبان فلوس من انا شفت. أيوة أيوة ماشي. كان كسبان فلوس من الاوبريشن قبل ما وفي السنه اللي هو بيبيع فيها اللي هو في الدوري. انا ما لعب في الدوري السنه دي. لا هو لعب سنتين. ايوه لما لعب في السنه الدوري الاخيره السنة دي كان كسبان. كان كسبان من عنتر باع عنتر وباع بعد ما بقى ده تاني سنه. تاني سنه هي السنه اللي باع فيها هو في بسنه اللي باع فيها قبليها اللي هي اخر في اخر السنه اللي بتاعت علي ماهر. ايوه السنه دي هو كسب فيها فلوس. السنه دي كسب. هو باع عنتر بس. لا باع عنتر وباع اتنين لعيبه كمان ما اعرفش كام. التوتال ما تقولي كان برضه ولا باع. لا باع. لا باع لعيبه بتقريبا ب 26 مليون. حسم عقوده قليله. كانت عقوده قليله جدا. باع لعيبه ب 26. بس الناس دي ما هي دي سؤال معلش بس 26 وجاله 8 من الراعي. انا بكلمك في حاجه، انت صعب انك انت تخش عايز تكسب فلوس وتعمل بوزيشن او تطلع سبع تامن. يعني الاسيوطي كان الكام ساعتها؟ مش هتلاقيه بينافس. لا 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 ما هو ده اللي انا بكلمك فيه. محدش هينافس اقل من 300 ولا ولا حتى رابع ولا خامس. مش هتعرف تعمل الاثنين مع بعض في نص الجدول. تبقى في نص الجدول حازم الفرق ما بين ماشي. طب انت دلوقتي بتتكلم عايز اقول لك حاجه. دلوقتي اقول لك امر واقع. دلوقتي بتقول ان وادي دجله الدنيا ملخبطه ان هو ان الناس تحته مش هتبتاع. الفرق ما بينه وما بين السابع 3 4 نقط حبيبي. ماشي انا ما قلتش حاجه. انا مش ضد على فكره الفكره. انا معاك يعني. انا بكلمك في حته ان انت عمرك ما هتعرف تبقى هدفك الربح انك تعمل نادي عشان تكسب فلوس. ها وتعمل هتبقى تعرف تعمل بوزيشن يعني تاخد حاجه مركز في الدوري. ليه؟ هتاخد مركز. عايش. هتبقى عايش. هو بيتكلم عايش. بس انت مش عايز تاخد مركز.